سلام عليكم جميعا، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. مكملين كلامنا في كورس الادفانسد كاتاليتيك، ومعاكم باشمهندس نوران هشام من هندسه القاهره. اول حاجه زي ما احنا متفقين دايما قبل ما نبتدي، بليز دونت فورجيت تو سمايل، يعني لعل ان شاء الله في القادم ما يبهج، فيبقى نحسن الظن بالله ونتفائل ان شاء الله ان الجاي هيبقى احسن. فبليز ايه كيب سمايلينج قبل ما نبتدي، دي اول حاجه. طيب احنا النهارده هنتكلم على ايه؟ النهارده هنتكلم على ازاي بقى نعمل رياكتور ديزاين. احنا اتكلمنا قبل كده على ان انا محتاج افهم الميكانيزم اللي بيحصل بيه التفاعل، واتكلمنا ان انا عندي خطوات كثيره بتحصل، وان انا بدور على الخطوه البطيئه عشان اقدر اجيب ريت ايكويجن، وعملت اكسبيرمنت عشان جبت منها ريت ايكويجن دي وعرفت الميكانيزم. ففي الاخر بقى المفروض كل ده انا عامله علشان اعمل رياكتور ديزاين. طيب لما اقول اني عملت رياكتور ديزاين دي يعني ايه؟ يعني انا عرفت اختار نوع الرياكتور المناسب للابلكيشن بتاعي ده، ولما اخترت نوعه عرفت اعمل له سايزنج عشان يوصل للكونفرجن اللي انا عايزه، عرفت عنه اوبريتنج كونديشنز اللي هي مينلي تمبريتشر وبريشر وفلو ريت، عرفت المود وفي ترانسفير بتاع الجهاز ده مع سراوندنجز، هل هو ادياباتيك رياكتور مثلا هو معزول مفيش اي انتقال حراره بينه وبين السراوندنجز، ولا هو رياكتور وفي جاكيت من بره والجاكيت ده بيتحط فيه كولينج ووتر او هيتنج ستيم مثلا، ولا هو شيلاند تيوب مثلا رياكتور، فانا حاطط زي الاكستشينجر بالظبط، احط الكاتاليست جوه تيوبس والرياكتنس تعدي عليها، وفي الشيل بره يبقى عندي ميه تبريد او عندي ستيم بيسخن ايا كان حسب شكل التفاعل. ففي الاخر لما انا اعرف الحاجات دي كلها على بعضها، يبقى انا كده عرفت اعمل ديزاين للرياكتور بتاعي مظبوط. وبعد ما اعمل ده ببتدي اروح اعمل بقى كوست اناليسيس عشان انقي الايه الموست بروفيتابل ديزاين، او اكتر ديزاين مربح بالنسبه لي لو انا عندي كذا اوبشن، بحيث ان انا ابقى كملت الموضوع على بعضه. طيب ده بيحصل ازاي؟ اول حاجه بنبتدي بيها هي الكيناتيك موديل، زي ما قلنا الكيناتيك موديل او الريت ايكويشن هي اللي بتعرفني التفاعل ده بيحصل ازاي. فدي كاني انا كده اخدت التفاعل ووصفته بمعادله، فلازم اعرفها، دي بالنسبه لي ستيب زيرو. وبعدين بنبتدي بقى نعدي على الثلاثة conservation equations. أول حاجة عندنا conservation of mass، فبنعمل مول بالانس. مول بالانس ده بنعمله بالنسبة للبارامتر المهم، زي ما هنشوف كمان شوية ممكن أعمل مول بالانس ده ازاي. تاني حاجة بعملها ال conservation of energy، فبروح أعمل energy balance equation عشان طبعا ده بتعتمد على حرارة التفاعل. لو ال reaction بتاعي كان exothermic reaction، فهو reaction بيطلع حرارة، فغالبا التمبرتشر هتزيد. لو كان الرياكشن ده اندوثيرميك، يبقى ده رياكشن بياخد حراره، يبقى الحراره غالبا هتقل. لو انا عندي هيت ترانسفير مع سراوندنجز، ما هوش ادياباتيك رياكتور، فهيظهر عندي ثيرمال كيو اللي هو بيعبر عن انتقال الحراره بين الرياكتور وبين الحاجه اللي بره، سواء كان الجاكيت او كان الحاجه اللي موجوده في الشيل اللي هو شالاند تيوب. ودول لازم يتحلوا مع بعض، لازم يتحلوا انترتشينجنج. ليه؟ لان انا الريت ايكويشن دي بالنسبه لي هي انبوت للمول بالانس، لان انا مش هعرف اعمل مول بالانس من غير ما يكون عندي حاجه بتعبر عن ريت التفاعل. وبعدين ريت التفاعل ده في ابسط صوره ان هو يكون عباره مثلا عن كي في بي اي، فالكي ده فانكشن في بيجي من ارهينيس ايكويشن، ده فانكشن في التمبرتشر، فلما التمبرتشر تتغير هتسمع في الريت، لما الريت يتغير هيسمع في المول بالانس. فلازم المول بالانس وانرجي بالانس دول يتحلوا مع بعض كده انترتشينجنج، يعني ده في نفس الوقت السيستم ده سوا. الكونزرفيشن الثالث الكونزرفيشن اوف مومنتم او البريشر دروب، ده ممكن ان انا احله معاهم في السيستم، الثلاثه كده يتحلوا مع بعض في السيستم، او الاغلب ان انا بنعمل الديزاين عادي بمول بالانس وانرجي بالانس بس. وبعد ما نخلص بقى الحسابات بتاعتهم ونبتدي خلاص نعرف حجم الرياكتور عامل ازاي، نبتدي نحسب البريشر دروب من ارجن ايكويشن. نقول والله انا مثلا قررت، او يعني الحسابات طلعت لي الرياكتور ده هيبقى حجمه 5 متر مكعب وطوله كذا وعرضه كذا والديامتر بتاعه كذا، فاحسب بقى اقول والله الفلو مثلا لو كان داخل بالستريم اللي داخل ده، لو كان ضغط مثلا 5 بار هيخرج كام؟ هيخرج مثلا 4 بار ايا كان، فيبقى الدلتا في بتاعت الرياكتور ده بواحد اتموسفير او 1 بار. يبقى ساعتها بعمل في حسابي في البامبنج، لو انا بتكلم على ليكويد البامبنج اللي بيستحمل الدلتا بي دي، او لو بعمل لو هو غاز استحمل الكمبريشن يعوض الدلتا بي دي. لكن عادة البريشر دروب مش بيدخل في السيستم بتاع حل المعادلات للرياكتور ديزاين، لانه ما بيأثرش قوي على الريت. الريت مين اللي بيتأثر بالتمبرتشر قوي اكتر، الا في حاجات قليلة قوي، لو مثلا التفاعل بيحصل في ضغط قليل جدا، حاجات زي الاسترجين او زي الابليكيشنز الرياكشن سنسيف للبريشر، فساعتها لا بقى بنحسب، بيبقى سيستم ساعتها بنحل بقى مول وانرجي وبريشر دروب مع بعض. بس دي كيسز قليلة، لكن الموست كومن ان احنا بنحل مول بالانس مع انرجي بالانس عشان نقدر نطلع السايز بتاع الرياكتور اللي احنا عايزينه ونكمل بقية البارامترز. طيب
ده اللي احنا قلنا عليه، ان انا بكتب ال conservation equations اللي هما mainly mass و energy، عشان زي ما قلنا ال pressure drop مش بنستعمله كتير في ال design، يعني بنستعمله بعد ما نخلص ونحل المعادلات دي مع بعضها. ممكن تبقى معادلات جبرية اللي هي algebraic equation عادية x plus y ومش عارف ايه، او معادلة differential ان دي n by dw او دي n by dv equal كذا. وهنشوف امتى بنطلع algebraic وامتى بنطلع differential كمان شوية، عشان نقدر نجيب ال conversion اللي بيطلع وبناء عليه ال operating conditions. فاحنا اللي قلناه قبل كده، اللي قلناه دلوقتي ده بينطبق على اي نوع رياكتور. لو رياكتور بتاعي كان كاتاليتيك او كان نون كاتاليتيك، كل اللي احنا قلناه ده بيتعمل بنفس الطريقه بالظبط. بس اللي بيفرق كاتاليتيك عن نون كاتاليتيك هي الريت ايكويشن. الريت ايكويشن دي لو كانت نون كاتاليتيك هيبقى ليها شكل معين، لو كاتاليتيك هيبقى ليها شكل اخر، في الاخر هما نفس الطريقه. فاحنا ما دام بنتكلم على كاتاليتيك رياكتور، فغالبا اهم بارامتر بالنسبه لي عايز احسبه هو وزن الكاتاليست. وزن الكاتاليست ده لو انا عرفت البولك دنسي بتاعته، ساعتها هقول ان الدبليو دي عباره عن البولك دنسي مضروبه في الفوليوم. فالبولك دنسي دي هعرف اجيبها حسب الكونديشنز، والفوليوم ده هيبقى انا بالنسبه لي محسوب، يعني ايا كان بقى هفرض الدايمتر واجيب هايت او العكس. فيبقى بالنسبه لي الموضوع ايه لو جبت ويت الكاتاليست خلاص بالنسبه لي الموضوع بقى ديفايند. طيب عشان اجيب ويت الكاتاليست يبقى لازم الاول اختار نوع رياكتور. ما انا هجيب ويت الكاتاليست بتاع ايه؟ فمن اشهر الانواع اللي بنستخدم في الرياكتور، في الكاتاليتيك رياكتورز يعني، هو الفلويدايزد بيد رياكتور. الفلويدايزد بيد ده معتمد على ايه؟ هو الفكره بتاعته كلها ان الفلو بيدخل من تحت. لو انا بتكلم عن حاجه بالانيميشن ده، فانا عندي هنا كاتاليست بارتكلز. كاتاليست بارتكلز دي دخلها فلويد من تحت، سواء كان ليكويد او جاز، بسرعه معينه خلت يحصل لها فلويدايزيشن، انها تتحرك ما تبقاش فيكسد في مكانها، بس ما تخرجش من الرياكتور. فانا في الفلويدايزد بيد بيبقى الكاتاليست في فلويد لايك مود، ان هو بيبقى فلويدايزد من جوه الرياكتور. فساعتها لازم اكون مطمن انه الفلويد اللي داخل عنده سرعه كفايه او انرجي كفايه ان هو يحرك الكاتاليست بيد ده. فلازم يكون معدي حاجه اسمها المينيمم فلويدايزيشن فيلوسيتي. اكيد انتوا عارفين ان كل نوع سوليدز حسب السايز بتاعها والسبيك والبروبرتيز بتاعتها وبروبرتيز الفلويد، في سرعة كده بتبقى هي بداية الفلويدايزيشن او بداية الحركة بتاعة الكاتاليست بيد. يعني انا لحد هنا لسه ما اتحركش، اول ما ابتدى يتحرك دي مينيمم فلويدايزيشن، فلازم اكون هعديها. في نفس الوقت ما ينفعش يبقى اوصل لسرعة تخلي الكاتاليست بارتكل دي تسيب الرياكتور وتمشي. فانا محكوم في الفلويدايز بيد ان انا السرعة بتاعتي هي اعلى من المينيمم فلويدايزيشن واقل من الايه النيوماتيك، عشان هو ما يخرجش يسيب الرياكتور ويمشي. فسرعات عالية شوية، فأنا بعرف بقرر يعني حسب ال operating conditions بقى اللي عندي وال physical properties بتاعة ال catalyst وبتاعة ال fluid، أقدر أختار السرعة المناسبة للأعلى من ال minimum fluidization ب extent معين عشان ال reactor ده يشتغل. فطبعا في ظل هذه ال conditions دي، أو ال fluid like mode، أو إن ال particles دي suspended جوه ال reactor أو بتتحرك جوه ال reactor مش suspended، فده بيكون عنده mixing لكل الاتجاهات، كل حاجة عمالة تتحرك من كل النواحي. فبينتج عندها ان انا عندي temperature stability عالية جدا، temperature almost homogeneous في الرياكتور ككل، وال concentration برضه نفس الكلام، وال mass transfer rate عالي قوي، وبالتالي reaction rate عالي قوي، لان انا عندي catalyst particles كلها شايفة ال fluid من كل النواحي، هي متعلقة فيه زي ما بقلب كده شاي ولا بقلب ملح ولا ايا كان. فهي ال particle متعلقة جوه ال fluid، فشايفاها من كل النواحي، فما عندوش اي mass transfer limitation، وليها rates عالية. وكمان له ميزه ان هو بيقدر يستوعب كميات كبيره من الفيد ومن الكاتاليست في الاوبريشن بتاعه. من اشهر الاكزامبلز الموجوده في الصناعه على الفلويدايز بيد رياكتور هي الاف سي سي يونتس، اللي هي اليونتس بتاعه الفلويدايز كاتاليتيك كراكنج اللي موجوده في الريفاينرز علشان تعمل كراكنج للهيفي ريزيديوز. فدي بتبقى داخل لها فيد بكميات كبيره وعند حرارات عاليه، علشان يقدر يعمل كراكنج للهيرازيتس الكبيرة دي لحاجات أصغر زي الأسولين والكيروسين يطلع منها كومبوننتس أخف، عشان يعظم إنتاج الريفاينري من الترانسبورتيشن فيولز. فدي بتبقى فلويدايزد كاتاليتيك كراكنج يونتس، دي بتبقى مينلي فلويدايزد بات، فده أشهر إكزامبل للفلويدايزد بات رياكتورز. طيب أنا عشان دلوقتي إحنا عايزين نعمل إيه؟ عايزين نحسب. لو أنا بفترض لو أنا اشتغلت على الرياكشن بتاعي على فلويدايزد بيد رياكتور، فانا مهتم اعرف وزن الكاتاليست، فانا محتاجه اجيب ديزاين ايكويشن. زي ما قلنا الكاينتكس خلاص هنجيبها، محتاجه اشوف المول بالانس والهيت بالانس، فبحتاج اقربه لحاجه ايديال.
فعشان اقرب الفلويدايز بيد رياكتور ده واقربه للكونتينيوس ستيرد تانك رياكتور او السي اس تي ار. فايه فكره السي اس تي ار؟ ان انت لو زي الانيميشن برضو لو مدخلين فلويد تو فيدز مثلا فيد اصفر وفيد ازرق، فهم مجرد ما يدخلوا الرياكتور بياخدوا نفس الكونسنتريشن بتاعه، يعني بيتحولوا في لحظه للكونسنتريشن اللي موجود جوه، والكونسنتريشن اللي موجود جوه ده هو نفسه اللي خارج. فالفكره في السي اس تي ار ان هو لو انا عايز اعرفه في جمله واحده اقول ان هو complete mixing at zero time، يعني انت بتحصل ميكسنج 100% بيرفكت ميكسنج في ولا حاجه، في لحظه من الزمن تكون كل حاجه ودخلت. الازرق ده لو داخل بكونسنتريشن معين والاصفر ده كونسنتريشن معين، هما بيوصلوا الكونسنتريشن اللي جوه الرياكتور مجرد ما يدخلوا وهو ده نفسه اللي خارج. فانا لو مثلا لو الاصفر ده هو ده الاي مثلا، فلو ده هو الكونسنتريشن بتاع السي اي فيد وهنا ده السي اي اللي خارجه، او هنسميها السي اي بس من غير اي سب سكريبت، فاللي جوه الرياكتور كمان هو السي اي وبنوصل له في ولا حاجه. فلو انا عايز ارسم كده كونسنتريشن بروفايل للاي على مدار الرياكتور ده اقول والله هي داخله بكونسنتريشن اسمه سي اي فيت، كونسنتريشن عالي هو له قيمه معينه، مجرد ما دخلت الرياكتور في لحظه كده بقت وصلت الاوت كونسنتريشن اللي هو ايه اللي هو السي اي. فهذه الفكره بتاعت السي اس تي ار، ان هو كومبليت ميكسنج ات زيرو تايم. دي الفكره بتاعته، وده مهمه لانه في الاخر انا عايز اعرف الرياكتور بتاعي ده هيبقى انا كنت بدعي من شويه ان هو بيرفكت ميكسنج والكونسنتريشنز كلها هوموجينيوس، فده حقيقي لانه هو مجرد ما بيدخل الرياكتور بيوصل بيتقلب كويس جدا جدا جدا، فبياخد كونسنتريشن الفاسل اللي هو نفس الكونسنتريشن اللي خارج. وده ديزاين اسامبشن مهم جدا في السي اس تي ار او في الفلويدايز بيد، لان انا ببني ديزاين ايكويشن على الفرض ده ان الكونسنتريشن اول ما دخل وصل للاوتلت بقى هوموجينيوس عند كونسنتريشن معين، واللي موجود جوه ده هو نفسه اللي خرج. فده البيز بتاع الديزاين ايكويشن بتاعت السي اس تي ار. طيب هنعملها ازاي؟ فلو خدنا اكزامبل كده نبتدي نشوف ممكن نعمل عليه مول بالانس ازاي. فلو احنا فرضنا ان عندنا رياكشن A plus B goes to C، وقلنا ان الـ A ده هو رياكتنت اللي هيخلص بدري limiting reactant، فساعتها هروح اعمل component material balance على الـ A. فأي بالانس في الدنيا بدايته هقول ان الـ in الحاجة اللي داخلة من الـ A دي بلس الجنريتد اللي هي الحاجة اللي بتتكون او بتستهلك جوه الرياكتور، بس احنا بنبتدي دايما نكتبها بالجنريشن، عبارة عن الحاجة اللي خارجة منها الستريم اللي خارج بلس تيرم الاكيميوليشن. طبعا احنا شغالين ستادي ستيت، ده كونتينيوس ستريم، حاجات على طول داخلة وخارجة مفيش اكيميوليشن. والان ده ممكن اسميه مثلا ان اي فيد اللي هي مولات الان اللي داخلة او الفلو ريت بتاع الان اللي داخل بتاع الاي اللي داخل، والاوت ممكن نسميه ان اي، وده الترم جنريشن ده. فاحنا عادة بنعرف الترم بتاع كل رياكتنت، لو رياكشن ده كان له ريت مثلا عبارة عن كي في بي اي مثلا في بي بي، فده الريت بتاع التفاعل نفسه. فبنقول ان ريت كل كومبوننت عبارة عن ريت كل كومبوننت عبارة عن الاستوشيومتري بتاعته مضروبة في الريت. فانا مثلا لو عايزة اقول هنا الار اي بكام، الار اي هيبقى ماينس وان في الرياكشن ريت علشان هي رياكتنت، واللي هي جنبها رقم واحد الار بي ده هيبقى برضو ماينس وان عشان هو الرقم اللي جنبه واحد وهو رياكتنت بالنيجاتيف مضروب في الار، والار سي مثلا هتبقى بوزيتيف وان عشان هي برودكت وجنبه واحد ومضروب في ار. كويس. فانا هنا هو ده اسمه ريت اوف جنريشن عشان انا بحط الاستوشيومتري بتاعت الرياكتنت بالنيجاتيف وبتاعت البرودكت بالبوزيتيف، فبحطه ناحية الجنريشن. فانا هنا لو عايزة اقول الجنريشن بتاع الاي هحط هنا ار اي، وانا عارف ان ار اي دي جواها نيجاتيف من الاستوشيومتري بتاعتها. طيب ار اي ده المفروض فانكشن في ريت التفاعل، هياخد نفس وحدة ريت التفاعل. احنا لما بصينا عليه قبل كده كنا بنلاقي ان عادة الريت ده بتبقى وحدته ايه، وحدته عادة بتبقى جرام مول او مولر فلو ريت، مول بير سكند او اور بير جرام كاتاليست، عشان انا كنت بجيب وزنة الريت، كنت بجيب الريت قد ايه اتفاعل لكل جرام كاتاليست. فساعتها عشان اظبط اليونتس انا عارف ان الان ايه في دي هي مولر فلو ريت، فهتبقى برضو مثلا مول بير سكند، والان ايه نفس الكلام هتبقى برضو مول بير سكند، فساعتها لازم الترم بتاع الار اي ده يتضرب في حاجه عشان يبقى مول بير سكند. فلو الريت بتاعي هنا كان لكل جرام كاتاليست هاجي هنا اضرب في وزن الكاتاليست، لو الريت ده كان لكل متر مكعب يبقى هضرب هنا في الحجم،
وهكذا. عشان كده كنا كاتبين على المول بالانس ان هو with respect to important parameter، على الاساس ده ان انا حسب وحدات الريت بظبط المول بالانس ايكويشن بتاعتي. فلو الريت بتاعي كان مولر فلو ريت لكل جرام كاتاليست، هضرب هنا او كيلو جرام او في الاخر هو وزن كاتاليست، فانا هيجي هنا اضرب في وزن الكاتاليست. فلو هنظبط الايكويشن دي شويه هنقول ساعتها ان ال ان اي فيد ناقص ال ال ان اي فيد ناقص ال ان اي هي عبارة عن ال RA في ال W. يبقى أنا بقول عارف إن فرق الدخول عن الخروج هو اللي اتفاعل مضروب في وزن الكاتاليست. عشان نعبر عنه بطريقة ألطف شوية من الفرق بين الداخل والخارج، ونعبر عنها بال conversion، فريقول كده conversion. ال conversion كان عبارة عن إيه؟ ال conversion عبارة عن ال reacted، ال X دي هي conversion عبارة عن ال reacted على اللي دخل ك number of moles، أو في لو إحنا بالتسميات بتاعتنا دي يبقى هو عبارة عن ال NA feed ناقص ال ان اي عدد المرات اللي داخله ناقص اللي خارجه مقسومه على الانلت. يبقى ساعتها الترم بتاع ان اي فيد ناقص ان اي ده على بعضه ممكن اشيله واحط مكانه ايه، واحط مكانه عباره عن الاكس في في ان اي فيد. يبقى الاكس في ان اي فيد ده عباره عن الار اي مضروبه في ايه، مضروبه في الدبل. طبعا انا غلطانه هنا في اشاره، المفروض الار اي لما تروح الناحيه التانية تروح بالنيجاتيف، عشان ال ان اي دي جت هنا والار اي دي جت هنا. يبقى اكس في ان اي في ده عباره عن نيجاتيف ان اي نيجاتيف ار اي في دبليو. فده هيوصلنا في الاخر ان الدبليو اللي هي وزنة الكاتاليست عباره عن نيجاتيف اكس مضروبه في ان اي في مقسومه على ايه، مقسومه على ار اي. يبقى دي كده ديزاين ايكويشن انا عرفت اجيب بيها الوزن بتاع الكاتاليست في حاله السي اس تي ار. طبعا الكلام ده لما كان ايه، لما كان ايزوثيرم، لان انا كده بحل مول بالانس بس. ما دام بحل مول بالانس بس يبقى انا فارض ان التمبرتشر بتاعتي ثابته، فما دام هي ثابته يبقى كي بتاعتي ما اتغيرتش. يبقى انا هنا لما اقول ار اي في دبليو الار دي فيها كي برقم، فاقدر اقول وانا مستريح ان الدبليو عباره عن نيجاتيف اكس في ان اي في ده على ار اي. يبقى المعادله دي فالد امتى؟ فالد لما يكون عند حضرتك ايزوثيرمال رياكتور، دي اول حاجه التمبرتشر بتاعتك ثابته. لو مش ثابته لازم تعمل هيت بالانس وتحلهم مع بعض. وفاليد لما نكون بنتكلم على فلويدايز بيد طبعا، ولما بكون بتكلم فارض ان الاي دي هي الليميتنج رياكتنت او هي الحاجه اللي بتخلص الايه الاول. لو كانت البي اللي بتخلص الاول ساعتها كانت هتبقى المعادله دي هي ال دبليو عباره عن نيجاتيف اكس في ان اي بي ان بي فيد على ار بي وهكذا. فانا هنشوف برضو كمان شويه نعرف ازاي الليميتنج رياكتنت، او بنفتكر اكيد عارفين، نشوف احنا بس نفتكر كنا بنجيبه ازاي. بس المعادله دي اهم حاجه بالنسبه لي انها فاليد للايزوثيرمال رياكتور. لو مش ايزوثيرمال زي ما قلنا هتروح تحل انرجي بالانس ايكويشن وتشوف تحلهم مع بعض عشان تطلع معادله. هتوقف عند المعادله دي للماس بالانس، يبقى عندك واحده شبهها الهيت بالانس والاثنين فيهم اكسات وارات، وتروح ايه تحلهم مع بعض. فدي كانت الايكويشن اللي هنا، ان ال W عباره عن نيجاتيف اكس في ان اي في على ار اي، فرض ان ال A هي مين، هي الليمتنج رياكتنت، والكلام ده عند isothermal conditions. يبقى احنا كده اتكلمنا على ايه، اتكلمنا على اول نوع من انواع الكاتاليتيك رياكتور اللي هو الفلويدايزد بيت، وقلنا ان احنا هنقربه لحاجه ايزو رياكتور اللي هو السي اس تي ار، ونعرف نجيب الديزاين ايكويشن في حاله لانه ان هو يكون ايه isothermal. تاني اشهر نوع في الرياكتورز الصناعيه هو الباكد بيد رياكتور. الباكد بيد رياكتور عباره عن ايه، من الكاتاليست محطوط برضو في مكان جوه الرياكتور، هو جوه الرياكتور متعبي بالكاتاليست ده، والفلو بيدخل له ايا كان بقى من فوق او من تحت بس. والفلو طول ما هو ماشي عمال بيتغير اللون بتاعه، بيتغير الكونسنتريشن بتاعه، بس الكاتاليست ما بيتغيرش. فساعتها بقى الفلويد بيدخل عند سرعه اقل من المينيمم فلويدايزيشن. يعني انا عامل في حسابي ايه، عامل في حسابي ان انا الكاتاليست مش هيتحرك، فلازم الفلو ما تبقاش بقى سرعته عاليه عشان ما يحركوش، بتظبط الفلويد بتاعته بالطريقه دي. زي ما قلنا دي هيتروجينيوس سيستم، الكاتاليست ممكن يتحط له لودنج بقى باي طريقه تانية، سواء كان سنجل بد او سيبريت شيلد زي ما قلنا. يعني ممكن يبقى زي السكيمات، السكيمات اللي قدامنا دي الرياكتور عباره عن سنجل بد، ان هو الكاتاليست موجود في مكان واحد على بعضه طول مثلا طول معين وخلاص. فدي حاجه ممكن يبقى سيبريت شيلد، يعني يبقى مثلا 2 متر او 3 متر وترجع تعمل حاجه في النص تفصل وترجع تاني، يبقى مالتي بيد رياكتور ممكن جدا برضه باسم باكد بيد. انت لو عندك رياكتور بالمنظر ده وعملت هنا مثلا بيد 2 متر ولا حاجه، وبعدين عملت حاجه وعملت بيد تاني، ده بنلجا له امتى؟ بنلجا له لو الرياكشن بتاعنا ده محتاج في النص هنا يتعمل له تسخين او تبريد. فممكن ناخد الكلام ده بره
اسخنه وارجعه تاني على الرياكتور، فده كده بقى مالتي باد رياكتور. ممكن زي ما قلنا برضو يبقى شالاند تيوب رياكتور، يبقى التيوبس هي اللي فيها الكاتاليست والفيد بيخش يتفاعل فيها، والشال اللي بره ده هو اللي فيه الايه، فيه فلويد تاني عشان التسخين او التبريد. فلو هو حتى شالاند تيوب رياكتور، بالنسبه لي انا كرياكتور ديزاين من ناحيه الكاينتكس ومن ناحيه شكل الفلو، هو برضو باكد باد، لان هو الكاتاليست موجود في مكان ما بيتحركش والفلويد بيعدي عليه. فالديزاين ايكويشنز بتاعتهم كماس بالانس كلهم زي بعض، بس هيفرق معاك شويه بارامترز بقى، لانه مثلا ممكن لو انت عندك تيوبز يفرق معاك نمبر اوف تيوبز واريا كل تيوب مثلا، وطبعا بتفرق شويه في الهيت ترانسفير. ففي الاخر كباكت باد كلهم زي بعض، كاتاليست ما بيتحركش. اهم حاجه تفرق معانا في الموضوع ده في الباكت باد ان في كونسنتريشن جريدينت مع الرياكتور، يعني انا الكونسنتريشن عند النقطه الاولانيه هنا عند الدخول غير النقطه اللي في الخروج، وفي النص تغيير غير السي اس تي ار. السي اس تي ار لما رسمناه قلنا ان انا مجرد ما دخل اتحول الكونسنتريشن اللي جوه اللي هو كله عنده بيرفكت ميكسنج وخرج زي ما هو زي ما اتغيرش، لكن هنا عندي جريدينت وده هيفرق في شكل الديزاين. فبرضه نفس الفكره، انا عايز اخد الباكد باد ده اقربه لحاجه ايديال اعرفها، فقال خلاص الايديال بتاعه هو البلاج فلو رياكتور. بلاج فلو رياكتور يعني ايه؟ يعني كل سكشن في الرياكتور، لو انا جيت على الرياكتور ده شفت السكشن المرسوم بالبني ده، هلاقي ان كل نقطة فيه ليها نفس الكونسنتريشن، فهو مفيش تغيير في الكونسنتريشن راديالي، مفيش اي تغيير بيحصل مع اتجاه الار، لكن التغيير كله بيحصل في الايه، في الاكسيال دايركشن. طب بيحصل ازاي في الاكسيال دايركشن؟ زي الانيميشن ده، ان انا مع المسافة بلاقي الكونسنتريشن بتاع الرياكتنس عمال بيقل، والكونسنتريشن بتاع البرودكتس عمال بيزيد، بس كل كروس سكشن هنا هو بالنسبه لي عباره عن نقطه على الكيرف، لان هو مفيش تغيير بيحصل ريديلي، او التغيير بيبقى اولموست ايه، مهمل جدا لا يكاد يذكر يعني. فانا برضو كده عايزين نروح نشوف بقى الديزاين ايكويشن بتاعه البلاك فلو رياكتور، اللي هو فيه تغيير في الكونسنتريشن اكسيالي مفيش تغيير ريديلي. طيب ده هنعمله ازاي؟ هنيجي برضو ان احنا نرسم لنفسنا كده الرياكتور ده على جنب ونشوف هنتصرف فيه ازاي. فده الرياكتور بتاعنا اهو، دخل له الفيد من الناحيه وخارج من عنده البرودكت من الناحيه التانية. وهنفترض برضو ان انا عندي رياكشن مثلا ايه جوز تو بي اي حاجه، وهروح اعمل كومبوننت ماتيريال بالانس دي على الايه مثلا، بفرض ما مش بفرض لازم اعمل على الرياكتور، فهقول برضو نفس الكلام ان الان بلس الجنريتد هو الاوت بلس الاكيوميليتد. طيب انا في السي اس تي اول لما عملت الكلام ده بقول انا ستيدي ستيت ما عنديش اكيميليشن عشان في حركه مستمره، واحنا ستيدي ستيت كل حاجه ثابته مع الوقت. فاحنا في السي اس تي اول عملنا ايه؟ عملنا بالانس على الرياكتور ككل، عشان احنا كنا عارفين ان انا عندي بيرفكت ميكسنج، فاشتغلت على الانوت والاوتلت. لكن هنا عشان انا عارف ان في كونسنتريشن جريدينت او في تغير للكونسنتريشن مع المسافه، يبقى ساعتها لازم اروح اعمل ايه، اخد انكرمنت صغير كده، والانكرمنت الصغير ده هو اللي اعمل عليه بالانس وبعدين اكامل. فانا لما عملت السي اس تي ار لما حليته طلع لي معادله جبريه، مجرد بحط الارقام والمعادلات وبتتحك بتتحل. لكن هنا للاسف هتطلع لي معادله تفاضليه، لان انا ما عنديش بيرفكت ميكسنج، فلازم اخد انكريمنت صغير ده اعمل عليه بالانس. طيب لو احنا فرضنا ان الانكريمنت الصغير ده كان عند وزن له وزن هنا لوحده كده دلتا دبليو مثلا، وهو عند اي دبليو زي كده نقول عند اي ال او عند اي ار، فقول ان انا كنت عند اي دبليو مثلا اللي هو عند النقطه دي، وتخانته صغيره قوي دلتا دبليو دي، فهيبقى اللي داخل الانكريمنت ده هقول ان هو عباره عن الان ايه اللي عند دبليو، واللي خارج من الانكريمنت ده هو عباره عن ان ايه عند دبليو بلس دلتا دبليو، والجنريتد هو ريت الايه برضو، هو ريت الايه ما اتغيرش، ريت الايه زي ما قلنا المره اللي لسه من دقيقتين هو عباره عن وحدته مول لكل سكند، ولو هي لكل جرام كاتاليست كنت هضرب في الوزن، بس انا مش هضرب في دبليو بتاعت الرياكتور كله، انا هضرب في ايه، في دلتا دبليو اللي هو الوزن بتاع الانكريمنت الصغير اللي انا اشتغلت عليه. فساعتها برضو هتبقى زي اللي فاتت، هتبقى ال ان ايه اللي داخله ناقص ال ان ايه اللي خارجه، هي عباره عن نيجاتيف ار اي في دلتا دبليو. فساعتها هقول والله فرق الدخول ناقص الخروج هو دلتا ان ايه، عشان ده حصل تغيير صغير قوي في الانكريمنت ده، عبارة عن نيجاتيف ار اي في دلتا دبليو. طيب يبقى الدلتا ده، يبقى الدلتا دبليو دي او الدلتا ان اي احسن، قول ان الدلتا ان اي على الدلتا دبليو كدلتا صغيرة هي نيجاتيف ار اي. بعدين بقى نيجي بالتفاعل تعريف التفاضل، قول والله انا هاخد الليمت لما الدلتا دبليو دي تبقى
اقول الى صفر، فساعتها يبقى تيرم الليمت ده كله بيتحول الى ايه، بيتحول لديفرنسيشن. والله انا كنت بشتغل على دلتا دبليو دي مثلا 10 جرام، وبعدين بقت 1 جرام، وبعدين بقت 0.1 جرام، وبقت 0.001 جرام. فساعتها طول ما انا عمال اصغر الانكريمنت اللي انا بشتغل عليه، يبقى الكلام ده بيقول ان هو تفاضل. فبقت تبقى ساعتها ان الدي ان اي باي دي دبليو هي ايه، هي نيجاتيف ار ايه. تمام، يبقى الوزن اللي انا بدور عليه هو عبارة عن الانتجريشن بتاع نيجاتيف دي ان اي على ار ايه. الكلام ده منين لفين؟ من ان ايه اللي داخله، ان ايه فيد الى الان ايه للاوتت يعني. فاحنا عادة برضو مش بنحب نشتغل بالانات، ان اللي داخله ان اللي خارجه، بنحب نشتغل بالكونفرجن. فلو نفتكر برضو ان الكونفرجن ده هو عبارة عن ال ان ايه اللي داخله ناقص ال ان ايه اللي خارجه على ال ان ايه بتاعه الفيد، هيقول لنا الكلام ده ان ال ان ايه الاوت عباره عن ان ايه فيد مضروبه في 1 ناقص اكس. يبقى انا عايز اجيب ال دي ان ايه، هلاقي انها عباره عن تفاضل الواحد بصفر، هتبقى عباره عن نيجاتيف ان ايه فيد في ايه، في دي اكس. فلما اخد الكلام ده اعوضه هنا، هيوصلني بقى في الاخر ان الدبليو عبارة عن نيجاتيف ان اي فيد في الانتجريشن من زيرو لاكس لدي اكس على ايه، على ار اي. ودي كده الديزاين ايكويشن بتاعت ايه، بتاعت ال بي اف ار او الباكد بيد. ان الوزن عبارة عن نيجاتيف ان اي فيد في الانتجريشن من زيرو لاكس لدي اكس على ار اي. ده برضو بشرطين، اول شرط فيهم ان ال A هي ال limiting reactant، فانا عملت بالانس عليها. والحاجة التانية ان الكلام ده معمول على isothermal reactor، فال temperature بتاعته ثابتة، فبالتالي انا محتاجة احل ساعتها ايه، مول بالانس. بس لو ال reactor ده مش isothermal، لازم اروح احل كمان energy balance مع ال material balance عشان اقدر اشوف تأثير الحرارة على ال K، وتأثير ال K هيبان هنا فين، في ال rate. عايزين بس نراجع شوية كونسبتس صغيرة. فانا كده المفروض ان احنا اتكلمنا على ال design equations اللي انا محتاجها عشان اقدر اجيب وزن الكاتاليست، لو انا بتكلم على packed bed reactor او على fluidized bed reactor. وانا في جميع الاحوال محتاجة اكون عارف ال limiting reactant بتاعي هو مين، محتاجة ابقى عارف ال feed conditions كمولر flow rate، محتاجة ابقى عارف التارجت بتاعي من الرياكتور كام كconversion، محتاج اعرف الريت ده شكله عامل ازاي واعوض عنه بايه. فاحنا قبل ما نحل بس المسائل، هنريكول كده شويه كونسبتس اساسيه. اول كونسبت زي ما قلنا ان انا عندي جنرالايزد رياكشن ريت اللي هو الار، اللي احنا كل ده بنلف عشان نروح نجيبه. والجنرالايزد رياكشن ريت ده هو عباره عن ريت كل كومبوننت على الاستوشيومتري، او بصوره ابسط ان ريت كل كومبوننت عباره عن الاستوشيومتري بتاعته في ريت الرياكشن. فلو انا عندي استوشيومتري او عندي رياكشن زي كده، ان A سمول في A ل A، او بلس B سمول في B. طبعا ال A وال B وال C وال D السمول دول ارقام، يعني مثلا بقول ان 2 A بلس 3 B بتديني 4 C بلس D مثلا. فلو ده رياكشن، يبقى ساعتها بقول ان الريت بتاع الكومبوننت اللي اسمه A ده عبارة عن ماينس 2 في ريت الرياكشن. ليه؟ لان هي رياكتنت، فهي استوشيومتري بالنيجاتيف عشان ده ريت اوف جنريشن، فهي مش بتنتج، هي بتستهلك، تبقى نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 2 في الار. لو بتكلم على ار بي، هقول والله انها عباره عن نيجاتيف 3، نيجاتيف عشان هي رياكتد، الرقم اللي جنبها 3 في ريت الرياكشن. لو بتكلم على ار سي، هقول انها عباره عن بوزيتيف عشان هي برودكت، وبعدين جنبها 4 وهي في الار، وهقول الار دي هي بوزيتيف عشان برودكت وجنبها رقم 1 في ايه، في ار. طيب لو انا السيستم بتاعي فيه اكتر من تفاعل، يعني مثلا لو عندي رياكشن ده كان اسمه ار 1 اللي احنا قاعدين بنتكلم عنه ده كله، ار اي وبي وسي ودي، وبعدين في رياكشن تاني مثلا بلاقي ان ال A بتتفاعل مع 3 C فتدينا مثلا دي ايا كان. لو دي الكيس والرياكشن ده له ريت اسمه R2، ساعتها بقول ايه، ان ال A دي هينقص منها هنا، هيبقى في ريت جديد بقى، فيبقى هيبقى اشوف تأثير الرياكشن الاولاني والرياكشن التاني. يبقى هلاقي هنا في ماينس 1 في R2، وهلاقي عند C في هنا ماينس 3 في R2، وهلاقي عند الدي بوزيتيف 1 في R2. انا محتاجه ابقى عارف ان في ريت للرياكشن وفي ريت للكومبوننت، ولو عندي كومبوننت بيدخل في اكتر من تفاعل، يبقى ساعتها لازم اروح اجيب الريت بتاعه في كل، بيتاثر بكل التفاعلات دي اللي موجوده في السيستم، مش مجرد تفاعل واحد وايه وخلاص. دي كانت اول حاجه.
طيب نأكد برضو على كام كونسبت تاني مهم. الكونسبت بتاع الليميتنج رياكتنت، فالليميتنج رياكتنت هو الرياكتنت اللي بيخلص الأول، كويس. فلو عندنا رياكشن مثلا زي ده، ان 2A مع 3B بيدينا اي برودكتس معينة، كويس. فالليمتنج رياكتنت عشان اعرفه محتاج اعرف اركز في حاجتين، محتاج اركز في الاستاشيومتريك كوفيشنت او الارقام اللي جنب الاي ودي في الايكويشن، ومحتاجه كمان ابقى عارف الفيد اللي داخل كميته قد ايه. فمثلا لو الفيد بتاعي هنا من الاي كان 5 ومن البي كان 6 مثلا مول، فانا قلت ان انا عملت كده، فعشان اعرف الليمتنج رياكتنت بعرف كونستنت مختلف اسمه الفا. الالفا ده عباره عن نيجاتيف عدد مولات الفيد على الاستوشيومتريك كوفيشنت بتاعتها. لو جيت احسب مثلا في الاكزامبل بتاعنا ده الالفا بتاعت الاي، هقول انها عباره عن ماينس 5 على الاستوشيومتري بتاعها اللي هو ماينس 2 عشان هي رياكتنت، هتطلع 2.5. ولو حسبت الالفا بتاعت البي هقول انها عباره عن ماينس 6 على ماينس 3 يعني 2. يبقى الرقم الأقل فيهم هو اللي بيعبر عن الرياكتنت ده يخلص الأول. فبالنسبة لنا هنا ال B أقل من ال A، يبقى ال B هي ال limiting reactant، وال B والألفا دي أنا مش بستعملها في أي حاجة خالص غير إنها بس بتعرفني مين اللي بيخلص بسرعة. فزي ما قلنا ده function في ال stoichiometric coefficient و function في عدد مولات الفيد، بقسم عدد مولات الفيد على ال stoichiometric ياخد الرقم الأقل، يبقى هو ده ال limiting reactant. وده مهم جدا لأن احنا عادة بننسى ال conversion لل limiting reactant. فبرضه نأكد تاني conversion هو ايه. conversion ال x بتاعتنا هي عبارة عن ال reacted على ال in، اللي هي لو بنتكلم ان ال b ده مثلا بنتكلم عليه يبقى عبارة عن ال n b feed minus n b على n b feed. وده برضه بيديني relation تانية مهمة، ان لو بتكلم على limiting reactant ان عدد المولات اللي خارجة هي دايما عدد مولات الفيد مضروبة في 1 ناقص x. ده باي ديفينيشن، يعني انا لو جيت دي ظبطتها شويه هيطلع ان اكس في ان بي في هي عباره عن الفرق بين اللي داخل واللي خارج، عباره عن ان بي في ناقص ان بي. فلو حبيت اجيب ان بي لوحدها هتطلع ايه؟ هتطلع هي دي، كويس. طيب احنا ليه بنعمل ده؟ لان احنا عشان زي ما قلنا عايزين نكتب الديزاين ايكويشن. فعشان اكتب الديزاين ايكويشن اقول مثلا ان دبليو عباره عن نيجاتيف اكس في ان بي في على ار بي، فانا محتاج اعرف الليمتنج رياكتنت، عشان كده مهم ان انا اعرف اطلعه ازاي. وان احنا عادة لما بنديك conversion او بنقول مثلا عايز الرياكتور يبقى له conversion 80%، فباي ديفولت الconversion ده بيبقى بتاع limiting reactant. فانا مهم اكد على concept الconversion، مهم اكد على ايه هو limiting reactant. فاضل حاجة تانية مهمة قوي، ان انا اعرف اكتب ال in وال reacted وال out حسب نوع حسب شكل الرياكشن اللي موجود عندي، عشان اجيب الريت function في concentration او في partial pressure او في number of moles اللي بتتفاعل فعلا. فبالتالي لازم ابقى عارف الاوتلت عامل ازاي فانكشن في الكونفرجن. ناخد الاكزامبل ده، هنا مثلا عندنا رياكشن 2a بلس 3b بيدينا 5c بلس 4d، ده الرياكشن. كالكوليت ذا ريميند نمبر اوف مولز فور ايتش كومبوننت، يعني قول الحاجه اللي ما اتفعلتش من الاي والبي والسي والدي. لو عرفت ان الكونفرجن ب 0.5 والفريش فيت فيه 12 مول من الاي و9 مول من ايه من البي. وزي هنا بنقول هو اداك فراكشنال كونفرجن وما قالكش هو بتاع مين، فهو باي ديفولت بتاع الليمتنج، فلازم تروح تشوف الليمتنج هو مين. فلو جيت احسب الالفا بتاعت الاي هقول انها عباره عن عدد مولات الفيد اللي هي 12 مقسوم على الاستوشيومتري اللي هي 2 من غير اشارات بقى خلاص، يبقى الفا ايه ب6. ولو رحت احسب الالفا بتاعت البي هلاقي انها عدد مولاته اللي هي 9 مقسوم على 3، يبقى الالفا بتاعته ب3. فبالتالي يبقى الليمتنج رياكتنت اللي عندنا هنا هو مين؟ هو البي. جميل. طيب انا عايز اعرف بقى اللي هيخرج من كل الكومبوننتس، فساعتها لازم اجي على الرياكشن ده كده واشوف الان والرياكتد والاوت، اشوف اللي داخل عندي كام واللي خارج عندي كام وهكذا. فلو ده التفاعل بتاعنا اهو، هاجي تحتيه اعمل 3 سطور، هقول ادي الان وادي الرياكتد وادي الاوت. طيب انا مدخله من الان ده معليهوش اي ريستريكشنز، انا مدخله من الاي كام؟ مدخله من الاي 12 ومدخلة من البي 9، فده خلاص. سطر الرياكتد هو دايما فانكشن في الاستوشيومتري. طيب انا بدايتي في الرياكتد هي ايه؟ بدايتي في الرياكتد ان الليميتنج رياكتنت دايما بيتفاعل منه اكس في الفيد بتاعه باي ديفينيشن، لان احنا لسه قايلين من دقيقتين انه الليميتنج رياكتنت او الكونفرجن باي ديفينيشن هو الرياكتد على الان.
فيبقى الرياكت ده عبارة عن اكس في الان، ولو انا بتكلم دايما الاكس ده بتاع الليميتنج رياكتنت يبقى انا دايما اول حاجة بكتبها هنا هي الليميتنج رياكتنت. فانا اتفقنا الليميتنج هنا هو البي، يبقى اللي اتفاعل منه هو الاكس في الان، الان بتاعه 9، يبقى اللي اتفاعل من البي هو كام؟ 9 اكس. فانا بدايتي في سطر رياكتد هو الايه، الليميتنج رياكتد. جميل. عايز بقى اشوف اللي اتفاعل من الايه ومن السي ومن الدي. فانا لو كنت عارف الاستوشيميتري بتاعت المعادله بتقولي ان 2 ايه محتاجين 3 بي، طب انا عندي اتفاعل من البي 9 اكس، يبقى اعمل ايه؟ هاجي على جنب كده عشان ما اتلخبطش، هقول ادي الايه الى بي. استوشيميتري المعادله بتقول كام؟ بتقول 2 ل 3. جميل. طب انا قلت البي اتفاعل منه كام؟ 9 اكس، يبقى الايه اتفاعل منها كام؟ كروس مالتيبليكيشن، يبقى 18. انا حابة اكتبها بالشكل ده، انها 2 في 9 اكس على 3. ملهاش دعوة خالص بقى بالان، الان ده معندوش اي restrictions. انا عايز اعمل حلة مكرونة فبحط كمية مية معينة وكمية مكرونة معينة، معنديش اي restrictions. لكن اللي هتستوي من المكرونة محتاجة اكس ملي من المية عشان تستوي بيه، فالنسبة بينهم ثابتة، لكن الفيد معندوش اي restrictions خالص. نفس الفكرة بقى، هروح ماسك مثلا البي والسي، اقول والله المعادلة بتقول لي ان البي والسي دول 3 ل 5، طيب والبي ده هيتفاعل منه 9 اكس، يبقى السي هيتفاعل منه كام؟ كروس مالتيبليكيشن، يبقى 9 اكس مضروبة في 5 على 3. طبعا الارقام دي هتبقى احسن من كده، بس انا يهمني الكونسبت اكتر من رقم المسألة. يعني نفس الكلام برضه، هقول والله ادي البي وادي الدي، الايكويشن بتقول لي 3 ل 4، فالبي هنا 9 اكس، يبقى الدي كام؟ وهكذا، تبقى 4 على 3 مضروبة في 9 اكس. طيب الاوتلت، الاوتلت دايما لو رياكتنت هتكون بيقل ولو برودكت هيكون بيزيد. فانا لو مدخلة هنا من الاي ده 12، يبقى هنا هيبقى انا عندي هنا اشارة نيجاتيف في الرياكتنس واشارة بوزيتيف في البرودكتس، وهنا هيبقى اللي اتفاعل من الاي او الاوتلت من الاي عبارة عن 12 ناقص 9 على 3 ب 3، يبقى ناقص 6 اكس. هنا البي هيبقى 9 ناقص 9 اكس، السي مش داخل منها حاجة وزادت، يبقى 3 اكس، يبقى 15 اكس، والدي هتبقى 4 في 3 يعني 12 اكس. طيب وانا عارف ان الاكس دي بنص، يبقى ساعتها هقول له ايه؟ هقول ان انا اعرف بمنتهى البساطة اعرف اجيب الارقام، يبقى اللي خارج من الايه ده هيبقى هنا 9، واللي خارج من البي هيبقى 4 ونص، واللي خارج من السي هيبقى 7 ونص، واللي خارج من هنا هيبقى 6. فأنا هنا يهمني في حاجة في اكسرسايز بسيط زي كده، ان انا اعرف اول حاجة اطلع مين الليميتنج رياكتنت، فالحمد لله عرفنا نطلعه، وان انا اعرف اكتب ال3 سطور بتوع الان والرياكتد والاوت. زي ما قلنا الان معندوش ريستريكشنز، الرياكتد بيبتدي بالليميتنج رياكتنت ان اللي اتفاعل منه هو اللي دخل منه الفيد بتاعه في الاكس، والباقي اتنسب كروس مالتيبليكيشن. الاوت يبقى هو ايه؟ لو رياكتنت الفيد بيقل، لو برودكت يبقى الفيد بيزيد، وابقى عارف ان الترم ده على بعضه كده، الترم ده هو ال ان ايه الاوتلت، والترم ده هو ال ان بي الاوتلت، والترم ده هو ال ان سي، والترم ده هو ال ان دي. الكلام ده على قد ما يبدو بسيط، على قد ما احنا بنيجي في المسائل الكبيرة بنبني شوية بلوكس معتمدة على كل كونسبت من دول لوحده، فاحنا بنأكد على كل كونسبت بسيط لوحده عشان نعرف نجمعهم كلهم على بعض بمنتهى السهولة ان شاء الله. طيب اخر حاجة خالص هنأكد عليها قبل ما نرجع لإكزامبل فوجلر، ان احنا نشوف الايدل جاز دول، نفتكر بس ان البي في الكيو عبارة عن ان اور تي. فطبعا لو بنتكلم على ايدل جاز ميكستشر، فبنفترض ان الغاز كله بيشغل نفس الحجم عند نفس الحرارة ونفس التمبرتشر، فاللي بحط عدد مولاته هو اللي بحط البريشر بتاعه. لو عايزين نبص على اليونتس، فممكن نقول ان الار دي تبقى اسهل يونت ليها 0.082، هتبقى دي ساعتها لتر اتموسفير لكل جرام مول كلفن، فساعتها تبقى التمبريتشر دي لازم تكون بالكلفن، وساعتها البريشر ده هيبقى بالاتموسفير، وساعتها الكيو دي هتبقى لتر، احنا حطينا كيو مش في عشان هي حاجه بير تايم، والان دي هتبقى مول بير تايم برضو نفس التايم بقى، لو حطينا هنا سكند هتبقى هنا سكند، حطينا هنا مينت هتبقى هنا مينت، مش فارق، المهم ان دي لتر ودي مول وهكذا. لو بنتكلم على وحدات الاس اي، فممكن ساعتها هنحط ان الار دي ب 8.314 جول بير مول كلفن، وان التمبريتشر دي هتبقى برضو بالكلفن، بس المره دي هيبقى البريشر ده بالباسكال او نيوتن بير متر سكوير، وهيبقى الكيو ده بمتر كيوب بير تايم، وهتبقى الان دي بمول بير نفس التايم،
فممكن احط هنا سكند وهنا سكند او منت ايا كان. كده احنا تقريبا رجعنا على كل الكونسبتس. هنشوف بقى ايه السوليوشن بروسيدير. لو بنتكلم على ايزوثيرمال رياكتور، برضو احنا كلامنا كله كان على ايزوثيرمال، ما دخلناش خالص على انرجي بالانس. فلو انا عندي ريت فانكشن في البارشل بريشر وعايز اعمل رياكتور ديزاين في مساله، هعمل ايه او في كيس حقيقي هعمل ايه؟ اول حاجه لازم اروح اعمل ان رياكتد اوت عشان اجيب عدد المولات اللي خارجه فانكشن في الكونفرجن، وبعدين اجمع عدد المولات دي كلها. يعني انا جبت، لو كنا جينا في الاكزامبل اللي فات ده قلنا ان دي ان ايه وان بي وان سي وان دي، فهاجي اقول له هنا الان توتال اللي خارجه عبارة عن مجموع عدد مولات بتاعة ال A وال B وال C وال D. ودايما بنسيبها function في ال conversion عشان تبقى عند أي نقطة جوه ال reactor function في ال X دي. وبعدين هبتدي أروح أجيب ال partial pressure بتاعة ال components اللي موجودة في ال rate equation بتاعتي، اللي هي عبارة عن المول fraction في ال total pressure أو عدد مولات كل component على عدد مولات الكلية في ال pressure ال total. وأخيرا هروح أعوض في ال design equation. ليه بنعمل كده؟ عشان زي ما قلنا مثلا لو بنتكلم على في اف ار او حاجه، ولو الليمتنج رياكتنت هو الايه، فانا الانتجريشن ال دبليو عباره عن نيجاتيف ان اي في في الانتجريشن من زيرو لاكس دي اكس على ار اي، فساعتها بقول الار اي ده هو عباره عن الاستوشيومتري بتاع الايه مضروب في الريت. يعني لو في الاكزامبل بتاعنا ده هتبقى ماينس 1 في الار اللي هو الكي مضروبه في البي اي مضروبه في البي بي، فساعتها انا لازم اروح اجيب البي اي دي فانكشن في نفس الحاجات، فتبقى البي اي دي عبارة عن ان ايه على ان توتال اكس مضروبة في البريشر التوتال، والبريشر اللي بيجي ده هيبقى ان بي على ان تي اكس مضروب في البريشر التوتال. واحنا فرضنا ان البريشر التوتال دايما ثابت عشان انا بعمل البريشر دروب، يبقى انا محتاج اروح اجيب ال ان ايه واجيب ال ان بي واجيب ال ان تي اكس. فعشان اجيب دول لازم اروح اعمل ان رياكتد اوت. فانا عشان كده ببتدي ان رياكتد اوت، اجيب عدد مولات كل كومبوننت وبعدين اجمعهم كلهم، اجيب عدد المولات الكليه واجيب البارشال بريشرز وارجع اعوض في ايه في الديزاين ايكويشن. نرجع بقى تاني نكمل الشيت بتاعنا. ده كان اول اكزامبل اللي كان فيه رياكشن بين الهيدروجين والتولوين عشان يدينا بنزين وميثين، واللي احنا عايزين نعمل ديزاين لتيوبولر رياكتور او باكد بيد رياكتور والسي اس تي ار او فلويدايز بيد ايا كان اسمه هو ايه، عشان انتج 10 مول اوف بنزين بير مينيت. والفيت ده كونسيستنج على 20% تولوين 40% هيدروجين 40% انرت ما بيتفاعلش عن 600 سلسيوس و10 اتموسفير، والفلو ريت كان 400 لتر بير مينت. وادانا البالك دانستي بتاعه الباك بيد والبالك دانستي بتاعه الفيلايز بيد، بحيث ان انا لما اجيب الوزن ارجع ايه ارجع تاني اجيب فوليوم. وكان مدينا التيبل عشان اجيب منه الكايناتيك داتا. انا بس اللي يهمني هنا في التيبل وحدات الريت، ان الار ده كان جرام مول تولوين لكل جرام كاتاليست في السكند. فاحنا بعد بقى ما بصينا على الجدول وعملنا ملاحظات لكل كومبوننت وبعدين فرضنا ريت ايكويشن وعملنا ريجريشن، وصلنا في الاخر للريت ايكويشن دي، ان ده الريت بفانكشن بريشر الهيدروجين والتولوين والبنزين وحدته جرام مول لكل جرام كاتاليست سكند. لو جينا نبص جيفنز بقى هنلاقي ان عدد مولات البنزين اللي خارج 10 مول بير مينت، وده كومبوزيشن بتاع الفيد والتمبرتشر والبريشر والفلو ريت والدانستس بتاعت الباكد بيد والفلويدايزد، واللي عايز مننا الفوليومز بتاعتهم يعني الوزن والفوليومز. فزي ما قلنا اول حاجه احنا عايزين نشوف الجيفنز دي هتدينا معلومات ايه، فمحتاجين اول حاجه نبص عليها مين هو الليميتنج رياكتنت عشان نعرف نكتب انه رياكتد اوت ونركز معاها. فاحنا هنا عندنا الفيد فيها 20% تولوين و40% هيدروجين و40% انرت. انرت مش بيتفاعل فمش فارق معايا انا هنا كميه الفيد، حتى لو ما عرفتش احسبها او ما فكرتش احسبها انا عارف ان الهيدروجين ضعف التولوين، جميل، وانا عارف من الايكويشن ان هما الاثنين واحد لواحد، فيبقى الهيدروجين هو الدبل يبقى هو الكتير، يبقى التولوين هو الليميتنج رياكتنت. طب النظر لو عايز احسب الفات هقوله ان الالفا بتاعت الهيدروجين دي عباره عن كاني بقول انها 40، لو الفيد ده 100 مول يعني كاني بقول انها 40 على واحد، وهقول ان الالفا بتاعت التولوين كاني بقول انها 20 على واحد، طبعا هي مش 20، يبقى برضو الفا التولوين اقل. يبقى انا على طول هي اصلا باينه بالنظر ان التولوين ايه هو الليميتنج رياكتنت. فدي اول حاجه. تاني حاجه انا عدد مولات الفيد معرفهاش، انا عندي تمبرتشر وعندي بريشر وعندي فلو ريت، فانا لما اجي اقول التولوين ده عدد مولاته لوحدها كام انا معرفش، فمحتاجه احسبها عشان احسبها هي بيرسنت من التوتال. فانا عندي تمبرتشر وبريشر وفلو ريت، يبقى هنقول ان البي في كيو ايكوال ان في ار في تي، فانا عايز اجيب التوتال نمبر اوف مولز بتاعت الفيد، يبقى ده هنا الايه التوتال بريشر. فهنعوض هنعرف من هنا نجيب التوتال نمبر التوتال الفيد يعني التوتال نمبر اوف مولز بتاعت الفيد
اللي انا عارف ان التوربين 20% منها والهيدروجين والانرت 40% منها، يبقى انا في الخطوه دي انا كل اللي عملته ان انا ظبطت الجيزنز بتاعتي بان انا عرفت الليمتنج رياكتنت هو مين، وان انا كمان رحت شفت عدد المولات بتاعت كل كومبوننت عامله ازاي. طيب وبعدين هبتدي بقى اعمل الستبس اللي احنا اتفقنا عليها بقى، خلاص نطبقها بمنتهى السهوله. اول حاجه اعملها محتاجه ان انا اروح اعمل ان رياكتد اوت، ادي الان وادي الرياكتد وادي الاوت كويس. ممكن اكتب الان من التوربين ومن الهيدروجين ارقام، انا عارف ارقامهم، انا عارف ان داخل من التوربين هو 11.17 واللي داخل من الهيدروجين هو 22.3، بس احنا بنفضل في حاجه زي كده ان احنا نشتغل برموز ونخلي التعويض في الارقام في الاخر. فانا ممكن اقول ان داخل من التوربين ده هو عباره عن ان تولوين في الفيد، واقول ان داخل الهيدروجين ده عباره عن ان هيدروجين في الفيد كويس، وخلي الارقام تظهر مره واحده في الاخر. طيب اللي اتفاعل بقى، احنا اتفقنا ان انا ببتدي باللي اتفاعل بتاع الليمتنج، فانا عارف هنا الليمتنج هو التولوين، يبقى هقول الرياكتد هو عباره عن اكس في ان تولوين فيد. جميل. طيب وبعدين هاجي امسك كل الكومبوننتس وانسبهم للتولوين، فانا بالصدفه هنا ان الرياكشن ده كله واحد، فبالتالي هم كلهم زي بعض، فده هيبقى اللي اتفاعل هو نفس الكميه، هيبقى اكس في ان تولوين فيد برضو، والبنزين هيبقى اكس في ان تولوين فيد، والمنزين والميثين هيبقى برضو اكس في ان تولوين فيد، كلهم كده. يبقى اللي خارج من التولوين هو عبارة عن ان تولوين بتاعة الفيد مضروبة في واحد ناقص اكس، واللي خارج من الهيدروجين هو عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن ان هيدروجين في الفيد ناقص اكس في ان تولوين فيد، واللي خارج من البنزين هو اكس في ان تولوين فيد اللي هو ما دخلش منه حاجة وما زادش، واللي خارج من الميثين هو اكس في ان تولوين فيد. جميل. طيب يبقى ساعتها هنسمي بقى عدد المولات دي انه ده كده هو عبارة عن عدد مولات التولوين عند اي conversion اكس او عند اي لحظة او عند اي مكان في الرياكتور، وهسمي ده هو عدد مولات بتاعة الهيدروجين، وهسمي ده هو عدد مولات البنزين، وهسمي ده هو عدد مولات الميثين. دي كانت أول خطوة. تاني خطوة كنا بنعملها كنا بنروح نجيب ال NTX اللي هي total number of moles at conversion X، اللي هي عبارة عن N تولوين زائد ال N بتاعة الهيدروجين زائد ال N بتاعة البنزين زائد ال N بتاعة الميثين. بس احنا في حاجة مهمة مخدناش بالنا منها، ايه؟ ان الفيد بتاعي هنا فيه تولوين وفيه هيدروجين وفيه انرت. طب والانرت ده بيأثر ازاي؟ الانرت ده مش بيتفاعل بس هو موجود، هو في الايكويشن بتاعت التفاعل مش هيأثر، بس انا لازم اجي هنا في الام توتال اكس دي واحط ان انا عندي هنا مين، ان انا عندي هنا ان انرت. فدي حاجة مهمة انها ما تتنسيش، انك تبقى حضرتك فاكر ان في هنا انرت زي ما دخل زي ما خرج. لو احنا خدنا الكلام ده جمعناه بقى، خدنا الان توربين اكس، خدنا الاربع ترمات دول عوضنا عنهم والان انرت عوضنا عنهم، هنلاقي ان بالصدفة الشديدة هطلع ان توتال اكس هنا هي عبارة عن ان توتال فيد اللي هي 55.88 دي. طيب ده حاجة طبيعية ولا حاجة غريبة ولا حاجة ايه؟ الفكرة كلها بس انه التفاعل ده ما فيهوش تغيير في النمبر اوف مولز. يعني ايه؟ يعني انا مدخلة واحد مول من التولوين مع واحد مول من الهيدروجين، فيبقى التوتال نمبر اوف مولز اللي داخلين التفاعل ده هما اتنين، ومخرجة بنزين وميثين فهم اتنين برضه، فانا مدخلة اتنين مولز ومخرجة اتنين مولز، فلاقي ان الاكسات اللي هنا اتنين اكس بالماينس واتنين اكس بالبلس هيتغيروا بعض، فالان توتال اكس هي نفسها الان توتال فيد. لكن لو التفاعل ده مثلا واحد بيدي تلاتة او اتنين بيدوا اربعة، او في اي تغيير بين التوتال نمبر اوف مولز اللي يمين السهم واللي شمال السهم، ساعتها هلاقي ان التوتال اكس ايه؟ مختلف. طيب تالت ستيب كنا بنعملها كنا بنروح نجيب البورش بريشر بتاع كل كومبوننت، ان هو عبارة عن المول فراكشن بتاعه في التوتال بريشر، واتفقنا المول فراكشن ده عبارة عن عدد مولات كل كومبوننت على ان التوتال اكس اللي انا جبتها في البريشر التوتال. طيب انا هنا ايه البورش بريشرز اللي انا محتاجه اجيبها؟ انا محتاجه اجيب البورش بريشرز اللي موجوده جوه الريت ايكويشن ده، اللي هم بريشر الهيدروجين وبريشر التولوين، ده التولوين برضو، وبريشر البنزين. فانا كده محتاجه اروح اجيب ثلاثه بورش بريشرز. ازاي نجيب واحد فيهم حتى دلوقتي؟ اقول بريشر التولوين مثلا عباره عن عدد مولات التولوين على عدد المولات التوتال في البريشر التوتال. طيب عدد مولات التولوين ده هو عباره عن ان تولوين فيه مضروب في واحد ناقص اكس مقسوم على ان توتال اكس مضروب في بي توتال، وعوض بقى لو عوضت التعويضه دي هي في الاخر هيوصل لك ان هو عباره عن 2 في 1 ناقص اكس.
لو خدنا البريشر بتاع الهيدروجن هنقول نفس الكلام بقى، عدد مولات الهيدروجن على ان توتال اكس في البي توتال، بعد ما اعوض هلاقي ان ده عبارة عن 2 في 2 ناقص اكس. لو جبت البريشر بتاع البنزين عشان هو موجود في الدينومينيتور بتاع المعادلة، يبقى عدد مولات البنزين على ان توتال اكس في البريشر التوتال هيطلع 2 اكس. يبقى دول كده التلاتة بريشرز اللي انا كنت عايزهم function في الكونفرجن. جميل، فساعتها المفروض ان انا بقى خلاص كده جاهز ان انا اروح اعوض فين، اروح اعوض في ال في الديزاين ايكويشن. طيب لو جينا مثلا نمسك الديزاين ايكويشن بتاعه الفلويدايزد بيد مثلا، لو بتكلم على الفلويدايزد بيد او السي اس تي ار، هلاقي ايه؟ هلاقي ان ال W اللي انا بدور عليها عباره عن نيجاتيف اكس في ان تولوين فيت مقسومه على الريت بتاع التولوين. انا اعرف ايه فيهم؟ الان تولوين فيت دي عندي لان هو جبناها من الاول خالص انها بيرسنت من الفيت، فدي ما عنديش فيها مشاكل. ريت التولوين ده عبارة عن الاستوشيومتري بتاعته مضروبة في الريت، يعني عبارة عن نيجاتيف 1 من التفاعل مضروب في الريت بعد ما اخده واعوض فيه والاكسات واعوض فيها. طيب فاضل لي بقى ايه؟ انا معرفوش الاكس دي، انا معرفوش، انا معرفش الكونفرجن اللي انا عايزه اوصل له. طيب هل انا في عندي جيفن يقدر يوصلني على الكونفرجن ده؟ لو بصينا هنلاقي ان انا ما استعملتش الجيفن بتاع عدد مولات البنزين ده، ان هنا عندي ان ان بنزين ب10 مول بير مينت. طيب وان بنزين دي مين؟ لو جيت بصيت على البالانس اللي انا جبته هلاقي ان ان بنزين دي عباره عن اكس في ان تولوين فيه، يبقى ساعتها هقول له ايه؟ هقول له ان الان بنزين دي زي ما قلنا هي اكس في ان تولوين بتاعه الفيت، يبقى ال10 مول دي عبارة عن الاكس اللي هو conversion مضروب في 11.175 اللي هو عدد مولات التولوين. لما تتحسب هتطلع الاكس دي ب 0.895. يبقى ده conversion اللي انا عايزة اوصل له، هو ما ادهنيش دايركت لكن اداني حاجة اعرف احسبه منها. جميل، يبقى انا كده معايا الاكس دي خلاص جبتها، يبقى انا نظريا جاهز اعوض في الايكويشن دي عشان اجيب الريت. بس ناخد عشان اجيب سوري وزن الكتله، بس ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا جدا، ان وحدات الريت ده تبعا للمساله كانت ايه؟ كانت جرام مول لكل جرام كاتاليست سكند. كويس، وان ان تولوين فيد اللي انا جايباها من هنا دي عباره عن 11.17، دي عباره عن مول بير مينت. فلو انا عوضت التعويضه دي هلاقيها مش مظبوطه، لازم اخد المول بير مينت ده يا اما احول الريت يا اما احول الرقم اللي فوق. طبعا الريت دي معادله كبيره وليها ترمات كتير، فالاسهل انك تحول عدد المولات، فلازم تحول الكلام ده من مول بير سكند الى من سوري من مول بير مينت الى مول بير سكند عشان تبقى اليونتس مع بعضها كونسيستنت، فنقدر نحسب الايه؟ الوزن بتاع الكاتاليست. طيب بعد ما احسب الوزن هقول له ان الفوليوم بقى بتاع الفلويدايز بيد ده عباره عن البالك دنستي، او ان الوزن بتاع اللي انت جبته ده عبارة عن البالك دنسيتي مضروبة في الحجم بتاع الفلويدايزد بيد، فتقدر تحسب ايه؟ الفوليوم على طول. طب لو بنتكلم على الباكد بيد هلاقي ان انا ماشي في نفس الخطوات بالظبط، هقول ان ال W بس هتفرق ديزاين ايكويشن عبارة عن نيجاتيف ان تولوين فيت مضروب في الانتجريشن بتاع من زيرو لاكس لدي اكس على ريت التولوين. جميل جدا، عدد مولات التولوين عندي بس منساش احولها، والاكس عندي 0.8 والريت برضو نيجاتيف 1 في ار، فكل الترمات موجوده. اروح اجيب الوزن، بعد ما اجيب الوزن هقول ان الوزن ده عباره عن الدنستي بالك دنستي مضروبه في الحجم بتاع الباكد بيد، واقدر اجيب الحجم على طول. لما المساله دي بالذات ارقامها كانت غريبه شويه، فكان في الحجم الوزن بتاع الفلويدايزد بيد ده كان هيطلع ب 88.9 طن، ده طبعا رقم خزعبلي، رقم كبير جدا، والوزن بتاع الباكد بيد هيطلع 18.43 طن. طبعا دي ارقام كبيره جدا 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 عن اي حاجه تانية. احنا بنتكلم في الاخر في حاجه تبقى بس يستحملها، تتكلم في 5 طن في 6 طن في 10 طن حتى، لكن الارقام دي ارقام كبيره قوي. بس ده ليه؟ ولو انا بفكر ايه البارامترز اللي كانت ممكن تاثر عندي في الموضوع ده، ريت التفاعل غالبا انا ما عنديش حاجه اغيرها لان انا بشتغل على تمبرتشر معينه، فغالبا مش هعرف اغيرها دي حاجه. بس عدد المولات بتاعت الفيد دي هتفرق جدا جدا،
فعدد المرات الفيد دي كانت جايه من فين؟ كانت جايه من الفيد كونديشنز. الفيد كونديشنز دي كانت شغاله عن تمبريتشر 600 وبريشر 10 اتموسفير وكيو 400 لتر بير مينت. فدول التلاته بارامترز اللي اثروا في ام توتال فيد، وبعدين نسبه التولوين اثرت في كميته. فلو فتحتوا الفيرجنز الجديده من الفوجلر هتلاقوا ان البريشر ده مش 10 بار، ده بقى 40 بار، وان التولوين ده مبقاش 20%، ده بقى 35%. فنلاقي انه تغيير الفيت كونديشنز خلى الارقام دي تتغير جدا، بدل ما هي ارقام كبيره قوي كده تبقى ارقام صغيره. وحتى في الفيرجن اللي كان فيها الاكزامبل ده بالارقام دي، كان قايل ان الارقام بتاعه حجم الكاتاليست والرياكتور دي كبيره جدا عشان الفيد ريت ده كان قليل، فكان ساعتها محتاج ان هو يزود تمبريتشر الرياكشن شويه، او ان هو يزود البريشر، او ان هو يغير الكومبوزيشن، فبالتالي يقدر ان هو ايه يشتغل على حاجه مختلفه او بدايمنشنز رياليستيك. يعني دي دايمنشنز ان رياليستيك. يعني دي اول ملحوظه. الملحوظه الثانيه انه حتى والدايمنشنز دي ان رياليستيك، هنلاقي ان دايما الوزن بتاع الباكد بيد او الفوليوم بتاع الرياكتور اللي هيطلع دايما لازم يكون اصغر من الفلويدايز بيد. ده 99% من الحاجات. ليه؟ لان الفلويدايز بيد لو احنا كنا بنرسم الرسمه بتاعه الكونسنتريشن مع المكان، هنلاقي ان الفلويدايز مجرد ما الكونسنتريشن بتاع الفيد ده بيدخل في لحظة بيوصل للكونسنتريشن قليل جدا بتاع اللي خارج، لكن الباكد بيد الكونسنتريشن بيقل بالراحة مع المكان لحد ما يوصل برضه لنفس النقطة. فالفرق بقى بينهم في المنطقة دي اللي هي هنا في كونسنتريشن عادي وهنا في على طول في كونسنتريشن قليل، بيبقى بيخلي ان في مكان في الرياكتور الكونسنتريشن فيه عالي. فانا كل ما الكونسنتريشن بتاعي يعلى كل ما الريت بتاعي بيعلى، فلما الريت بتاعي بيعلى انا كده بستفيد ان حجم الرياكتور بتاعي بيقل ووزن الكاتاليست اللي انا محتاجه بيقل. عشان كده دايما الباكد باد بيدي اوزان اقل من الفلويدايزد باد. وطبعا لو احنا كنا حطينا انرجي بالانس كان حسب بقى التفاعل ده اكزوثيرمك ولا اندوثيرمك، ممكن الارقام اللي جت من الايزوثيرم رياكتور دي تقل او تزيد على حسب طبيعة التفاعل. بس ايا كان القياس، سواء التفاعل اكزو سواء التفاعل اندو سواء اللي بيحصل ايه، غالبا هلاقي ان الباكد باد دايما بتزيد حجم اقل بكتير من الفلويدايزد باد. فده كان اول اكزامبل. الاكزامبل التاني احنا برضو كنا بصينا عليه المره اللي فاتت. هنشوف اخر عندنا رياكشن A بلس B جوز تو C، وكان عندنا تيبل. التيبل ده عرفنا نجيب منه ريت ايكويشن كانت مول بير كاتاليست بير جرام كاتاليست اور. بس هنا انا عايزه ابص على الفيد كونديشنز، كانت 50 مول بير مينت ده الفيد كله. فبالتالي هو المره اللي فاتت كان مدينا تمبرتشر وبريشر وفلو ريت، فروحت جبت الفيد. المره دي هو مديها لنا جاهزه وقال ان الفيد ده فيه 40% A و60% B باي مول. بتكلم على غاز باي مول هي نفسها باي فوليوم. عايز الكاتاليست ويت تو اتشيف 80% كونفرجن لو استعملنا باكد بيد او فلويدايزد بيد، لو عرفت ان التوتال بريشر كان كام؟ 5 اتموسفير. فيبقى دي كده الجيفنز اللي احنا قلنا عليها. اول حاجة احنا بنفكر فيها ايه؟ اول حاجة بنفكر فيها مين هو الليميتنج رياكتنت. فانا هنا برضو الرياكشن ده بالصدفة واحد لواحد، فلو جبت الالفا بتاعت الاي هقول انها عبارة عن عدد مولات الاي اللي هي 40% من الـ50 مقسومة على واحد، والستاشيومتري وعدد مولات البي هي 60% من الـ50 مقسومة على واحد. فلاقي ان الالفا بتاعت الاي اقل، فبالتالي يبقى هنا الليميتنج رياكتنت بتاعي هو مين؟ هو الاي. دي اول حاجة. بس وهكمل بقى نفس الستبس، هشوف هعمل الان، اشوف كان من كله ان رياكتد اوت من التلاتة، وبعدين هجمع عدد المولات اللي خارجة، وبعدين هجيب الفورشة بريشرز بتاعت الاي والبي والسي، وبعدين هعوض في الديزاين ايكويجن. مادام هنا اداني كونفرجن وسكت يبقى قصده الكونفرجن بتاع الليميتنج رياكتنت اللي هو الاي. وبرده ناخد بالنا من اليونتس، ان هنا الفيد ده كان مول بير مينت، وهنا الار ده مول بير جرام كاتاليست اور، كان لازم اروح احول الفيد البيرمننت ده البير اور بحيث ان انا اعرف اعوض على طول من غير ما يكون عندي مشكله في اليونتس والارقام تضرب مني من غير مشاكل. الاكزامبل ده حله موجود بالتفصيل في الـ في السكاند نوتس اللي هتبقى مرفوعه مع السكشن. يعني حلول السكشن دي كلها من اول ما كنا بنجيب الريت ايكويجن لحد ما بنطلع الميكانيزم لحد ما بنعمل ريجريشن لحد ما بنحل اكزامبلز الرياكتور ديزاين، دي موجوده في السكاند نوتس، فممكن ترجعوا لها لو في اي حاجه وقفت. وانا موجوده ان شاء الله لو في اي استفسارات احب اسمعها منكم، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.